السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أطفال الصغار، كيف حالكم؟ عساكم اليوم بخير. سنكون سويا إن شاء الله مع مادة اللغة العربية، وسيكون عنوان درسنا اليوم يا أبطالي عن الحركات القصيرة. الحركات القصيرة، هيا فلتستعدوا معي. ستكون معنا صديقتنا النحلة نحولة، وستشاركنا درسنا اليوم وتتعلم معنا. هيا فلنرحب بها. أهلا أهلا يا أصدقائي، أنا النحلة نحولة وسعيدة جدا أني معكم اليوم. وسنبدأ درسنا اليوم إن شاء الله يا أبطالي بقصة جديدة، ونقول: كان يا مكان في قديم الزمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر الله والمصطفى عليه السلام. كان هناك عائلة صغيرة اسمها عائلة الحركات القصيرة، ولدينا منهم ثلاث أخوات، وهم: الأخت الأولى واسمها الفتحة، والولد الثاني واسمه الكسرة، والأخت الثالثة واسمها الضمة. وكانوا يعيشون يا أصدقائي في بيت حروف الهجاء. ماذا قلت يا معلمتي؟ الفتحة والكسرة والضمة؟ نعم يا نحولة، أحسنتي، وهذه هي الحركات القصيرة، والتي كانت تستيقظ كل صباح لتلعب مع الحروف ألعاب جميلة، فتذهب الفتحة وتقف فوق الحروف، وكذلك الضمة تقف فوق الحروف، ثم تأتي الكسرة لتقف أسفل الحروف. وكان لدى الحركات القصيرة أخت رابعة اسمها السكون، وكانت مسكينة تحب الهدوء، تقف بثبات ولا تصدر أي صوت. وسنتكلم اليوم يا أبنائي إن شاء الله عن حركة الفتحة، وهذا هو شكلها: خط مائل تأتي فوق الحرف دائما، فتجعل للحرف صوت جميل. فهذا هو الألف، وتأتي فوقه فتحة فيصبح صوته أ أ، وهذه باء وفوقها فتحة، أحسنتم، فنقول باء باء. هيا هل تذكرون؟ التاء مع الفتحة تا تا تا، الثاء مع الفتحة ثا ثا ثا، أحسنتم يا أبطالي. والآن أبنائي هيا رددوا خلفي: آ با تا ثا جا ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. ممتاز، بارك الله فيكم. هيا يا نحولة، نحولة، هل أنت مستعدة لأن تلعبي معي؟ نعم معلمتي، فأنا متشوقة كثيرا، هيا فلنبدأ. حسنا نحولة، سأعطيك الآن
بعض الحروف بحركة الفتح، وأنت اقرئيها لنا. والآن جاء دوركم يا أبطالي، هيا فلتقرأوا مثل نحولة. أحسنتم يا أبطالي، أحسنت يا نحلة نحولة. والآن أحبابي، أظنكم قد أتقنتم هذه اللعبة جيداً. هيا فلنقرأ حرفين معاً. را فا ظا ها. هيا بشكل أسرع. سا جا سجا. ها زا هزا. ع لا علا. حما حما. ممتاز، بارك الله فيكم. عما عما. سما سما. شرا شرا. فها فها. ك ك ك ك. أحسنتم أبطالي، وبما أنكم ممتازون هكذا سأزيد لكم حرفاً. سنقرأ الحرفين سوياً بشكل سريع، ثم نقرأ الحرف الثالث. سجد سجد. ممتاز. ضرب ضرب. كتب كتب. قرأ قرأ. ضرب كتب قرأ. هيا رددوا معي مرة أخرى. ضرب كتب قرأ. والآن فلتكملوا أنتم. رائع يا أحبابي، وإلى هنا نكون قد انتهينا من دروسنا لمادة اللغة العربية في هذا العام. أحبكم كثيرا وسأشتاق لكم كثيرا كثيرا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.